بعد ما خلاص انا فعلت الحماية في 3 تليفونات في الجهاز الاول والثاني والثالث، بس ممكن اخش الصفحة وعن طريق الصفحة اقدر اتحكم بالتليفون. طبعا العنوان بتاع الصفحة هو www.securegadget.online. بعد ما اخش الصفحة بكتب الايميل بتاعي والباسورد، بعد ما سجلت الايميل بتاعي بيجيب لي الاجهزه بتاعتي اللي انا فعلت فيها الحمايه، وممكن اضيف اي عدد من الاجهزه انا داير. طيب نختار الجهاز، طيب النوت 2 اللي هو جي تي ان 7100. طيب ممكن النوت 2 ده نعمل له رينك، ممكن ناخد صوره من الكاميرا الاماميه او ممكن ناخد صوره من الكاميرا الخلفيه او ممكن نقفله على حسب الحاجه الدايرين. احنا نعمل النوت 2 رينك، طبعا بتكون بيندين معناه انه شنو، حاليا التليفون ده ما خش الانترنت، لحظة انه يفتح الانترنت يقوم طوالي الصوت بيقوم بيعمل رينج للتليفون. انتظر، طبعا الحاجة دي بتعتمد على حسب سرعة النت يعني. هسا كده التليفون ده عامل لنا رينج، يكون في صوت مسموع لكن ما في اي حاجة ظاهرة في التليفون، بس الصوت. وكم حاولت اوطي ما بقدر اوطي الصوت. جيني هنا في الصفحة بقول لي انه شنو التليفون، your phone is ringing now، ماي فون از رينج ناو، ما بقدر اوطي الصوت الا النغمه دي تنتهي. كم جربناها في الهواوي برضو، رجعنا ترنا الهواوي، ممكن برضو نعم جاب لنا اللوكيشن بتاعه طوالي. طبعا انا عشان اجيب اللوكيشن عندي خيارين، يعني في الاجهزه اللي بتكون مروته والاجهزه اللي ما بتكون مروته. الاجهزه اللي بتكون مروته البرنامج براه بيقدر يفتح الجي بي اس وبيقدر يعرف موقع التليفون، لكن كم الاجهزه اللي ما مروته ما بقدر اعمل الحاجه دي، يعني على حسب الحاله بتاعت الجهاز. طيب نعمل للهواوي رينج، يكون بندن لغايه ما يتصل بالانترنت. طبعا انا السعيدي قاعد يمرن لكن بس الصوت واطي شوية بدون برضو ما تظهر حاجة. بيجيب لنا شنو، your phone is ringing now. طيب نحاول ناخد نقفل التليفون الهواوي ده برسالة، ممكن تعمل اعمل لوك للتليفون مثلا انجاجيت، ادوس اوكي، بتكون بندن جات هنا طوال الرسالة كده. زول مثلا كم حاولت انا اطلع افتح اي تطبيق بيجيب لي الرسالة ذاتها، كم حاولت مثلا افتح هنا بيجيب لي الرسالة ذاتها. هنا بيبين لي شنو التليفون حصل له لوك، دي الخاصية بتاعت اللوك. الطريقة الوحيدة يعني هسه دي ممكن اعمل للتليفون ده ريستارت، بعد ما اعمل التليفون ريستارت برضو بيكون التليفون لوك. طبعا كان بالنسبه للاجهزه المروته يعني حتى لو التليفون اتفرمت البرنامج بيكون قاعد في السيستم، وبقدر برضو يقدر يقفل الجهاز، يقدر يعمل لوك للجهاز. طيب ممكن اجرب اعمل لوك للنوت 2 ده برضو، نوت 2. طيب هنا قفل طوالي نوتو، كم حاولت اني اطلع او افتح اي حاجة بعلق معي كده. طيب بيلي هنا بقول له انه التليفون حصل له لوك.
ما بقدر شنو اعمل لها لوك الا من هنا عن طريق الكمبيوتر. هنا برضو تلفون قفل وفتح في نفس الحركة، لو حاولت افتح اي حاجة تاني ما بتخش معي. الطريقة الوحيدة اني اقدر اعمل لها لوك من هنا من التلفون. نعمل للنوت 2 اللوك، ده النوت 2، ونعمل للهواوي اللوك. اعمل للهواوي اللوك. دي الطريقة الوحيدة عشان شنو التليفون يفتح كده. هسه النوت 2 حصل لها اللوك كده، بقدر انا اخش بقية الحياة عادي. كده حصل لها اللوك. طيب الهواوي برضو حصل لها اللوك. Your phone has been unlocked. كده لما حاولت افتح تطبيق تاني بيتفتح عادي.